قبل ما اتكلم عن الجديد اللي بيتعلق بالنادي الاهلي، خليني اتكلم عن خبر مهم جدا وبيان غايه في الاهميه من اللجنه الاولمبيه المصريه، وده بيان خرج النهارده وهو مهم جدا في الحقيقه في اطار مواجهه ومكافحه فيروس كورونا، وبالتحديد البيان ده بيتعلق بالعاب الصالات. فخلينا مع بعض كده يعني ايه نتكلم في البيان في تفاصيله، لان تفاصيله مهمه جدا النهارده، ودي قرارات تعتبر كمان من اللجنه الاولمبيه المصريه، وبيتكلموا بيقولوا تعليق اقامه جميع البطولات التي تقام بالصالات المغلقه اعتبارا من النهارده يعني، ويسمح باقامه البطولات في حاله قيام الاتحاد المسؤول. بص بقى بعض الحالات والشروط المهمه عشان المباريات تقام داخل الصالات. قال لك ايه؟ قال لك في حاله قيام الاتحاد المسؤول عن اللعبه باتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه، ادي واحد اللي هي الاجراءات الطبيعيه اللي احنا كلنا عارفينها، دي رقم واحد. ورقم اتنين استخدام نظام الكبسوله المغلقه، اللي هو ايه نظام الكبسوله المغلقه ده؟ اللي هو جميع الفرق المشاركه في البطوله في فندق واحد طول فتره البطوله، يعني انت دلوقتي عندك بطوله معينه فهتجمع الفرق كلها اللي مشاركه في البطوله دي تبقى موجوده في فندق واحد طول فترة إقامة هذه البطولة، وبالتالي إن أنت لما هم موجودين في فندق ده هيبقى في عمل مساحات اللازمة ليهم كلهم بشكل دوري للحد من فرص انتشار الفيروس، وذلك هيكون تحت إشراف ومتابعة رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المسؤول، والتقرير يكون رسمي ومعتمد من سيادته من رئيس الاتحاد. تمام؟ دي من ضمن الحاجات. قال لك كمان ايه؟ لا تقام البطوله الا بعد اعتماد الاجراءات الاحترازيه، يعني انت بعد ما تعمل كل الاجراءات دي لازم تعتمد بشكل رسمي من اللجنه الطبيه الخاصه بالاتحاد المسؤول عن اللعب، واللجنه الطبيه باللجنه الاولمبيه المصريه لازم هم كمان يعتمدوا كل هذه الاجراءات قبل ما تلعب اي حاجه، وتحديد مكان اقامه البطوله ومكان اقامه اللاعبين ووسائل الانتقال، يعني انت تبقى محدد البطوله هتبقى فين واللاعبين في أنهي فندق وهيتنقلوا ازاي من الفندق للملاعب. وكل هذه الامور في الحقيقه غايه في الاهميه، ومكان المنافسه ومكان الاقامه، يعني الحاجات دي اللي لازم يكونوا عارفينها بشكل دقيق جدا. يلتزم كمان الاتحاد بتسليم نتائج المساحات لجميع المشاركين في الحدث من لاعبين واجهزه فنيه واداريه وحكام الخ، يعني الاتحاد المسؤول عن اللعبه هو اللي هيلتزم بتسليم النتائج الخاصة بكل المساحات اللي بتتعلق بعناصر اللعبة بشكل كامل، على أن يتم عمل المساحات من خلال جهات معتمدة، ولا يسمح بالدخول أي فرد إلى مكان المنافسات بدون نتيجة المسح. يعني أنت دلوقتي أي فرد عايز يدخل مكان أو صالة مغطاة فيها مباراة خلاص تم اعتمادها، الشخص ده اللي هيخش لازم يكون معاه البي سي آر إن النتيجة بتاعته سلبية، فبالتالي يسمح لي ان هو يكون متواجد ايا كان مين هو الشخص ده. هو كده كده مفيش جماهير اعتقد، لكن في كل الاحوال سواء انت بقى مسؤول او اي عنصر من عناصر اللعبة او ما شابه ذلك يعني لازم يكون معاك البي سي ار. تعليق اقامة اي تجمعات للمنتخبات الرياضية او معسكرات الا في حالة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، يعني الفترة الجاية مش هيكون في اي تجمعات للمنتخبات ولا اي معسكرات ليهم الا اذا ان انت واخد كل الاجراءات الاحترازيه واستخدام نظام الكبسوله المغلقه برضه للاعبين المقيمين بالمعسكر او التجمع، مع الحفاظ على نظام المساحات الدوريه وتحديد كمان دوريه المساحات، يعني كل قد ايه هتعمل المسحه دي بواسطه اللجنه الطبيه، هي اللي هتحدد الكلام ده، اللجنه الطبيه بالاتحاد المسؤول واللجنه الطبيه للجنه الاولمبيه المصريه، هيبقى في تنسيق ما بينهم بخصوص دوريه هذه المساحات. واخيرا اللجنه الاولمبيه المصريه، وده في ختام بيانها وقراراتها، قالوا ان اللجنه الطبيه بها ترجو من جميع الاتحادات والفرق الرياضيه بالالتزام بالتعليمات حرصا منا على سلامه جميع ابنائنا من الرياضيين وحتى انتهاء هذه الجائحه باذن الله تعالى، ورجاء طبعا يكون في التزام بكل هذه الامور لان ده امر هام. لكن خلينا نروح كمان لوزاره الشباب والرياضه اللي كان ليهم ايضا بيان مهم بعد بيان اللجنه الاولمبيه، واتكلموا من خلاله وقالوا ان الالتزام بكافه الاجراءات الاحترازيه والاشتراطات الصحيه المتضمنه بنظام الاكواد المعتمده من قبل اللجنه الطبيه العليا بالوزاره الخاصه باقامه مختلف الانشطه والبطولات، يعني في تاكيد على موضوع الاجراءات الاحترازيه وده امر يعني مفروغ منه، اتاحت اقامه البطولات والمنافسات الرياضيه وخاصه الدوليه منها بالصالات المغلقه، يعني ده قرار بالنسبه لهم، يعني اعتقد
مش عارف يعني هم قصدهم ايه بالظبط، لكن خلينا نقرا البيان بالتحديد. يعني اتاحه اقامه البطولات والمنافسات الرياضيه وخاصه الدوليه منها بالصالات المغلقه، يعني عادي هتلعب بطولات دوليه في الصالات المغلقه، ده امر متاح بالنسبه لوزاره الشباب والرياضه زي ما هم ايه قايلين كده. اخذا بعين الاعتبار ضروره اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه والاهتداء بالنظام الطبي والاجراءات والضوابط الاحترازيه والتي تم الاتفاق على العمل وفقا لها ببطوله العالم لكره اليد والمقرر اقامتها في مصر يناير 2021. افهم انا ايه كده من النقطه دي؟ افهم ان مفيش اي تاجيل لبطوله كاس العالم المقرر ليها من 13 يناير حتى 31 يناير المقبل. فبالتالي ده تاكيد من وزاره الشباب والرياضه، مع التأكيد أيضا على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتفق عليها والمتبعة خلال الفترة اللي فاتت عشان البطولة تقام بشكل طبيعي بإذن الله. ضرورة التزام جميع الهيئات الرياضية بتطبيق نظام صار لعمل المساحات اللازمة لجميع المشاركين من لاعبين وإداريين وفنيين وجميع أعضاء المنظومة المشاركة ضمن فعاليات أي بطولة رياضية تقام بالصالات المغلقة. ده تأكيد برضو على الجزئية دي، ان لازم هيبقى في مساحات دورية بشكل منتظم لكل عناصر اللعبة سواء لاعبين اداريين جهاز اي حد. اخر حاجة اتكلموا فيها قالك ضرورة اعتماد الاجراءات الاحترازية الخاصة بالبطولات من اللجنة الطبية العليا برئاسة الدكتور محمد سلطان بالتنسيق مع اللجنة الطبية بالاتحادات الرياضية المصرية واللجنة الاولمبية. هيبقى في تنسيق كامل ما بين اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد المسؤول عن اللعبة مع الدكتور محمد سلطان، ومن خلالهم هم اللي يعتمدوا نتائج المساحات وبالتالي يدوا القرار بإقامة المباريات أو عدم إقامتها، وذلك في ضوء الأكواد الصحية والدلائل الاسترشادية لوزارة الشباب والرياضة واللي تم الإعلان عنها مسبقا. طيب يبقى احنا كده شفنا قرارات اللجنة الأولمبية ووزارة كمان الشباب والرياضة، لكن في اتحاد كرة الطائرة أصدر بيان، وبيان في الحقيقة هام جدا. وقالوا ايه؟ هو بيان مقتضب يعني مش طويل قوي. واتكلموا قالوا ان بناء على خطاب اللجنه الاولمبيه المصريه وخاصه بتعليق اقامه جميع البطولات بسبب انتشار فيروس كورونا، قرر الاتحاد المصري للكره الطائره ارجاء جميع بطولاته لجميع مستوياتها داخل الصالات او خارجها للموسم الرياضي 2020 2021. لحد امتى بقى؟ من النهارده او من بكره اللي هو يوم الاحد لحد يوم 16 يناير على أن يعاد تقييم الموقف بعد هذا التاريخ. يعني أنت دلوقتي من بكرة هتوقف كل حاجة بالنسبة لك لحد منتصف شهر يناير يوم 16 تحديدا. لما توصل يوم 16 بإذن الله تعيد تقييم الوضع وبالتالي تاخد قراراتك، وده تعليق من اتحاد الكرة الطائرة على بيان اللجنة الأولمبية المصرية. لكن كمان اتحاد كرة السلة أصدر بيان مهم واتكلم في عدد من الأمور، وقال إن وبيعلن ان خضوع جميع الانديه لمساحات طبيه ده امر خلاص مؤكد، وتاجيل مباراه دوري مرتبط 24 ساعه، لاي مباراه كانت هتقام النهارده خلاص اتاجلت لمده 24 ساعه. وخلال البيان بالتحديد قال لك اصدر مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله برئاسه الدكتور مجدي ابو فريخه بيانا رسميا عصر اليوم السبت بناء على الخطاب الوارد من اللجنه الاولمبيه الخاصه بمواجهه انتشار فيروس كورونا بضروره اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه. والبيان المجلس كالتالي: بناء على الخطاب الوارد من اللجنه الاولمبيه 26/12 والخاص بمواجهه انتشار فيروس كورونا بضروره اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه والاستراتات الصحيه المتضمنه الاكواد المعتمده. يعني في اتفاق على الجزئيه دي، ده امر مفروغ منه، يعني انت كده كده كلنا بنواجه فيروس كورونا، كلنا بنكافح هذا الفيروس، فبالتالي هتاخد كل الاجراءات الاحترازيه وهتكون اجراءات مشدده في حاله ان انت حابب ان يكون أو يكون في أي مباريات في الصالات المغطاة. ففي قرارات من الاتحاد المصري لكرة السلة: واحد، عمل مساحات لجميع الفرق المشاركة في نهائيات بطولة الدوري العام الممتاز ألف والمرتبط رجال وسيدات والمقامة على صالة نادي القناة خلال الفترة من 26/30/12. تأجيل مباريات بطولة الدوري العام الممتاز والمرتبط ألف سيدات والمقامة اليوم 26/12 الى يوم الاحد 27/12. المباراه اللي كانت تبقى النهارده في دوري كره السله سيدات بدل ما هي النهارده هتبقى بكره، وده لفرق السيدات فقط. كمان ثلاثة، استكمال باقي المباريات طبقا للجدول المعلن سابقا، فتح باب التصعيد من مرحله 18 سنه و20 سنه الى الدرجه الاولى دون الاشتراط
إلى العدد وبدون الالتزام بمرحلة واحدة فقط استثنائي، وكانت اللجنة الأولمبية المصرية يعني بيشيروا لبيان اللجنة الأولمبية المصرية. طيب حد دلوقتي يسألني إيه موقف بقى النادي الأهلي، فأنا هقول لحضرتك تصريحات العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، واللي قالها من خلال موقع في الجول. قال إن إحنا بنؤيد قرار الأولمبية بتعليق مباريات ألعاب الصالات لحين تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا. اللي بقوله لحضرتك وده موقف النادي الأهلي من بيان اللجنة الأولمبية المصرية. قال لك الرياضة، وإحنا طبعا تصريحات على لسان العميد محمد مرجان، قال لك الرياضة ليست هواية ولكنها مصدر رزق لقطاع عريض من الناس في المجتمع المصري، والحفاظ عليه وحمايته أولوية، وتطبيق الإجراءات يساعد على عدم التوقف في ظل انتشار كورونا. يعني بيقول ان احنا لازم يعني نبقى مهتمين جدا بتنفيذ تلك الاجراءات علشان نحافظ على استمرار الانشطه في مصر وعشان نكافح فيروس كورونا. وفي الحقيقه كلام محترم جدا من العميد محمد مرجان طبعا مدير التنفيذي للنادي الاهلي. ده باختصار كل ما يتعلق بقرار اللجنه الاولمبيه النهارده، وتعليق كمان بعض الاتحادات ووزاره الشباب والرياضه. خلينا نروح لفاصل سريع، بعديه بقى كل التفاصيل بخصوص النادي الاهلي. استنوا